شكرا. هلا معنا الدكتوره سحر طه مساعد العميد لشؤون الطلبه. مرحبا دكتوره، كيف حالك؟ حابين نسالك عن رايك بهذا اليوم المجاني للعلاج طب الاسنان، ايش رايك في اليوم؟ هلا اليوم الطب المجاني طلع طبعا بفكره من مجموعه من طلبه طب الاسنان السنه الرابعه والسنه الخامسه. هذا اليوم الطب المجاني اول مره بيصير عندنا بهاي الطريقه بالعيادات الطبيه مستشفى الجامعه، وخرج عن الاطار التقليدي للعمل التطوعي اللي طلاب طب الاسنان، بحيث انه العمل التطوعي اللي كانت تصير دائما هي عباره عن سكريننج، مرضى يفحصوا، نوزع فراشي اسنان، نعمل حملات توعيه، لكن هاي المره كان في يعني علاج حقيقي ل الحاجات السنية للمرضى. وطبعا الفكرة التنظيمية طلعت من الطلاب زي ما حكيت، وكانت كتير منظمة، الطلاب كانوا مفكرين بكل التفاصيل وكانوا مؤمنين للبروبوزل كامل للموضوع، ونحن بس ساعدناهم في تنظيم حجز الأماكن ويعني إجراءات لوجستية. فا يعني احنا كثير بنشجع الطلاب، بالعكس يعني بنشكرهم وبندعمهم، وان شاء الله احنا كمان نشكركم على تعاونكم، ويعني بدون مساعدتكم ما كنا نقدر نمشي هذا الايفنت. شكرا كثير.